يا محمد، ايوه انت وقفت ليه؟ انزل اجيب لي دوتشتك ولا اجيب لك معايا حاجه؟ لا لا، انا مش جعانة، شكرا. طب سندوتش واحد لا لا، مش قادرة مش قادرة. زي ما تحبي. هو اللي انت جايبه ده سندوتشات ايه؟ دوت شاورما لحمه. انت جايب من عند الاتراك؟ اه ده من عند الاتراك، الناس دول اكلهم اختراع. طب ايه ده، استنى كده، هات ايه كده اما ادوق الاول قبل ما انت تاكل، ليكون في حاجة. اتفضلي. طب السندوتش قرب يخلص. بدوق يا حبيبي بدوق طب ما قلتليش ليه كنت جبتلك معايا؟ يا ابني، انت عارف ان انا ما باكلش بالليل، بتعب بتعب. بتعب انت، خلصت السندوتش. ده صح، معلش انا اسفه، خلاص ما عادش، معلش. كنت ايه ده، دي شاورما فراخ. فراخ؟ انت جايب فراخ ولحمه؟ اه ده فراخ. بسم طب الله. استنى كده وريني، انت خلصت السندوتش الاولاني، انا عايزه كمان تشوفي ده. هدوقه هدوقه، بس مش هخلصه زي التاني، انا معلش بجد بجد وبامانه هدوق، بس اتفضلي. هدوق. يلا يا ماما، انت ماسكه حرامي. اوكلوك دول عليهم اكل فظيع. انا ملاحظ. اه كنت خلصت الدنيا، الحته الباقيه اللي معاك دي. بدوق يا حبيبي بدوق، انت مستخطر عليا دوق. لا لا مش مستخطر خالص. طب ما قلتيش ليه كنت اشتريت لك معايا؟ بجد بجد انا ما بعرفش اكل بالليل، بتعب بتعب قوي. انت واكله سندوتشين شاورما فيهم يطلع نص كيلو لحم. انا هو خسارة فيا؟ لا خساره ليا. معلش بدوق يا حبيبي عشان اعرف طعمهم عامل ايه. الف هنا. انت خلصت السندوتش تاني؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل. هو بيخلص لوحده، بيخلص لوحده. ايه يا شيخ بيخلص لوحده؟ انت عمرك ما اكلتي؟ انت شايل اللوز يا بنتي، يا بنت السندوتش. ماله السندوتش؟ ما هو يا بنتي انت ما سبتليش حاجه. عارفه انت لو جيتي ناحيه السندوتش ده اقطع لك ايدك. محمد في حد بيخبط على الازاز. ازاز ايه يا بنت يا بنت، انت بتضحك عليا يا بنت؟ حرام عليك، انا ما دقتش حاجه والله. يا ابني هدوق هدوق بس، وهدي لك هدوق هدوق. ايه انت بتديني فرصه؟ والله ما دقت حاجه، انت كلت كل الاكل اللي انا جبته. انا ما بحبش اكل بالليل، بتعب بتعب. اخ انا نفسي اللي عايز يتجوز دي يجي يتفرج يشوف الجواز عامل ازاي. هاكل انا ايه دلوقتي؟ وبعدين يا سيدي ما تزعلش، في عندنا عيش وجبنه في البيت، هروح اعمل لك سندوتش عيش وجبنه مية مية. الكنزه دي هتشربيها ولا اشربها هني؟ لا المفروض بقى انا اللي اكلت السندوتشات، انا اللي هشربها.